تستعد الإدارة العامة للمرور بجاهزية كبيرة من خلال وضع ترتيبات مرورية خاصة خلال شهر رمضان المبارك، فالسلامة المرورية هدف أساسي ومسؤولية مشتركة بين الإدارة ومستخدمي الطريق. تعمل الإدارة العامة للمرور في شهر رمضان المبارك وفق خطة مرورية متكاملة، وذلك بتكثيف التواجد المروري على الطريق والتقاطعات الرئيسية في كافة محافظات المملكة لضمان انسيابية الحركة المرورية ومنع السلوكيات الخاطئة التي تؤثر على مستوى السلامة المرورية. تعد السلامة المرورية هدفاً أساسياً للإدارة العامة للمرور، والتي تعمل على تحقيقها عبر حملتها التوعوية لزيادة مستوى الوعي والثقافة لدى مستخدمي الطريق. الإدارة العامة للمرور أعدت خطة مرورية بمناسبة قدوم شهر رمضان الكريم، وذلك بترتيب تواجد دوريات في كافة شوارع المملكة لانسيابية الحركة المرورية، كما تدعو جميع مستخدمي الطريق الالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية حفاظاً على سلامتهم، ونأكد على ضرورة الالتزام بالسرعة المخصصة في الشارع قبل موعد الإفطار، وعدم تجاوز الإشارة الضوئية باللون الأحمر، والانتباه لحركة الأطفال والمشاة في المناطق السكنية والمجمعات التجارية. ونأكد على جميع السور الحرص على المسار الصحيح وتجنب الوقوف الخاطئ بالقرب من دور العبادة والمجمعات التجارية والأسواق. ونتمنى من جميع السواق في حالة شعور بالتعب أو النعاس أو عدم قدرتهم على القيادة طلب المساعدة، وعدم تعرض حياتهم وحياة الآخرين لخطر الحوادث المرورية. نتمنى من جميع السواق الانتباه الكامل أثناء القيادة وعدم استخدام الهاتف النقال وترك مسافة الأمان. إن الالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية وتجنب السلوكيات الخاطئة مسؤولية الجميع لتجنب وقوع الحوادث وضمان تحقيق أعلى معدلات السلامة المرورية طيلة أيام الشهر الفضيل.